حد مني عمي كل ايه بيجي طالعه عم يجيب ترندات، واللي عم يطلع معي كثير اخوه واخوات شرواتي وصبايا وشباب وصلوا لدرجه حلوه يعني. نعم، اول شيء ممكن اتعرف على اسمك عمي؟ العبي جوله كمان. أين نلعب جولة؟ اسمي هيا. ليش على شو؟ تمام، مو مشكلة، خلي تمام يا سام. تكبيس على الشاشة يا جماعة، وحدة تكبيس على الشاشة. ليش أنا بعت لك، ما بعرف ما انت عم بتصير بعثت معي. وانا بعثت، صرنا اثنينات نعم نبعث. خلاص ابعت لي أنت معناتها. ده بدي اشوي الجماعة اللي ما تابعوني تابعوني، كبسوا على الشاشة كلكم. هاي بعثت لي خلود. تمام، نعم اهلا وسهلا اهلا مش وسهلا. الحال. كم ونا قل لي عندك؟ هلا شو معنى؟ كم ونا عندك؟ والله هلا لسه فتحت التكة. عندك واحدة، شلون ما في؟ عندي ونة واحدة يا جماعة. أنا كان أنا عنده عندي 30 4 ونات ونة، ناخذهم إياهم. يلا 30 ونة مشان أخونا طلعت مع أخ صديق لنا أخذهم، معلش. إيه أمي، هلا اللي بدنا نسأل بعضنا بعد أمرك أخ عمو الغالية بنتي الغالية. نعم. تفضل. أنا اللي عم بسأل اليوم، هل أنت مع زواج القاصرات أو ضد زواج القاصرات؟ هذا طبعا ضد. يعبرني اللي خلايك. ليش يعني؟ ما شوفوا بصير، شوفوا حبايبي، يعني عم بتزوجوا أطفال للصراحة، بنت صغيرة ما بتفهم شي بالحياة، وهذا سبب فشل الزواج وأغلب الطلاقات هذا سببه. يعني انت بتعرفي انا قديش عم اقول عمر اللي يتزوج بنت 6 سنين ولا بنت 9؟ اليوم نحن بال 2024، جنب منك انت من حلب يمكن من له الشيخ، مو هيك عمي؟ لا لا ايه، والنعم بس انه بالعراق، الي زمان ترك سوريا، الي زمان ترك سوريا. بالعراق ابوي، بالعراق مجلس الشعب العراقي باليوم يعني صار له هلا بيجي 3 4 اشهر عم يتناقشوا عم يتخانقوا على زواج البنت بعمر 9 سنين. ما بتفهم، يلا طفلة هي. برني اللي خليك ابوي، انا مو هون، انا السؤال اللي بيطرح نفسه، انت بنتي شوفي ويمكن جيل حفيدتي الله يحميك اذا كنتي ورد ورد ورد. ب 29 سنه. البنت اللي عمرها 9 سنين والولد اللي عمره 9 سنين، شو في فرق بيناتهم؟ هل في شيء انسوي يبين بهالطفله هون وهون؟ لا لا أبدا. يعني شوفوا، لا إلى صدر ولا إلى جسم ولا إلى شيء. نعم الله يسعدك عمي، لما الواحد بيسمع من إنسان مثل حكايتك محترمة كثير بيكون سعيد بهالكلام الرائع الحلو، ربي يحميكي. طيب يعني أنت إمتى بتشوف الوقت المناسب للزواج للصراحة؟ أبوي، الوقت المناسب للزواج شوفي، دول العالم اللي بتحترم نفسها بيعتبروا الطفولة من 18 ويوم إلا يوم طفولة، 18 وفوق، 18 وفوق أمي بتشوفي البنت مثلا بدها تكبر تنمو، لأنه بكل ما عم تكبري مو بس إنه عقلك وهذا، لا 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 العقل. أمي، الجسم الرحم العظم المفاصل يعني الوعي كلياته عم يكبر الإنسان، عرفت عليك؟ يعني الطفلة لما عم تجيب، أنا بتذكر أيامنا يزوجوا البنت بعمر 14 15 سنة، يعني بس تحيد أنت بنتي يقولوا زهرت دغري يزوجوها، بس تشوف المرأة عمرها 20 35 سنة مثل العجوز اللي عمرها 90 سنة اليوم، عرفتي كيف؟ يعني بس ثواني معلش، بس تفضل. بلا ما اطول حديثك، في ناس كاتبين لي انه الفيديو عم يتصور وراح ينتشر على اليوتيوب. انا ما عندي اي مشكله، وانا قلت بس لك الكلام، الحكي راح يتحرف. كاتبين انه كاتبين مسلمه ترفض تعليم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ابوي انه انا ما ابغيك بتوقع عن الرسول تعليم قال انه الله، تزوج اطفال. ما امي كان حكى الحكي. انا شوفي امي، انا كلمه ما بحرف، وكل كلمه ياما وياما طلعوا معي مثل حكايتك حرائر، والحره سوريه مثلا او حره مصريه ترفض التعاليم الباطله. يعني انت اول ما قلتي زواج القاصرات رفضتي، هل انا اذا بقول ترفضين التعاليم الباطله بكون عم سبك ولا عم بعطيك حقك بالفيديو؟ والله لا أكيد، يعني حقك، حقي وهي الفيديو الحساب تبعي، وانا راح اعمل لك متابعه بابا هون، بتفوتي على حسابي هون، رابط اليوتيوب موجود، شوف موجود عندي، تمام بتشوفي النقاشات ياما ويا تمام اخوات وطلعوا رجال
حكوا بالمنطق، عرفتي شلون؟ ياما وياما، هلا هلا قبل دقائق طلع معي شيخ ملتقي دقنه لهون هيك، عرفت علي شلون؟ قاعد دغري قال لي بنت شو رايك، هل اسرائيل سوف تزول؟ قلت له انت عم تحكي، عم تحكي معي اسلاميا ولا عم تحكي معي همجيا؟ قال لي لا اسلاميا. قلت له حلو، نحن في عنا ايه بالقران بتقول بتقول يا موسى ادخل الارض التي وهبها الله لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب. ربك عم يقول له لموسى وقت اللي طالع الشعب من ايدين فرعون من مصر، ادخل الارض اللي وهبك يا، هي الارض لهم. بلش هون بلش يلف ويدور. لا يعني امي في شيء غلط بتركيبه الفكر. انت مسلم وعندك قرانك، امشي على قرانك. لا شوفي انا وقت عم بيجي بحكي مثلا، وقت اللي بيجي بقول لاي مسلم، طلع معي شيخ من فتره امي، قلت له اخي الكريم، قال لي نعم، قلت له اعطيني مكرمه للمراه. قال شو بدك نكرم المراه؟ بكفي نحن عم نغطيها. عرفت شلون؟ قلت له بشو عم تغطيها؟ هل في عندك نص شرعي انت بالقران كله بيقول لك تلبس المراه حجابه، ولا انت الحجاب اجى ليتميز بس بين الحره وبين العبده بين الامه؟ قال طلعت له الايه فرجيته اياها. شوف يا ابوي انا وقت اللي عم بيجي بحكي امي هون عم وضح نقاط، بدي انشئ مجتمع مسالم نقي. انت الله يحميكي بهالاخلاق هاي وبهالوعي عم تسمعيني، ليش لحتى انا اجي انزل لك من نظره ناقصه؟ ممكن تقولي لي لا انا اذا فيه اي حكي مثلا انه مثلا فينك من هلا تقول لي لا هيدي كلام غلط، كلام الرسول كان هيك، انه نتناقش، فهمت علي؟ ما عندي اي مشكله، النقاش حلو. نعم. بس انه مثلا هلا انا مثلا حكيت معك مثل ما بيقولوا هنن، انا مالي دخل هنن شو عم يحكوا، انه الحكي بتتصور الفيديو بينزل مثلا على اليوتيوب بغير نعم. اقوال، فهمت علي؟ نعم. اماني برقبتك، انظروا الى هذه ترفض ايش اسمها اقوال الرسول. نعم. مثلا يعني فهمت نعم. علي؟ أبوي أمانة برقبتك، بتفوتي على الفيديوهات وبتشوفي في نكشة، أنا لا بعرف دبلج ولا شيء، مثل ما هو الفيديو بحمله وبحطه، سبيل أشي ما بطش منه. ليش؟ لأنه أنا صادق مع نفسي قبل ما أكون صادق مع غيري. بس إن هون الناس عندي يعني مثلا في واحد كتب لي أنت بهمك الجولة الشخص بيشتم دينك، ما شتم ديني، أنت بتقبل تتزوج واحدة عمرها 9 سنين يعني؟ معناتها انت مغتصب اطفال انا بشوفك بصراحه يعني. وفي بتبعك؟ لا مو مغتصب، هذاك مغتصب جرم، هون فيديو فيلي. عرفت شو معنات فيديو فيلي؟ عالميا اقصى عقوبه بكل الدول المتحضره عقوبه الفيديو فيلي. نعم تمام يعني. انه هي هي انا فكرت حالي حكيت شيء غلط. يعني بس انا فيكي بابا، امي انا عايش بالسويد وبتشرف بمعرفتك وبتمنى هالمعرفة عندك يزيد أكثر وأكثر. عرفتي كيف؟ عواد ما بدي أجي أطلع مثلا هون، وقت اللي بيجي بشوف أنه أنا عندي مني بكلام مكتوب بالقرآن عم يهين كرامة الإنسانة. أنت بعدتي رد أبوي؟ رد من العاب جولي. هلا غلبتك ولا غلبتيني؟ لا والله غلبت، غلبتني، ما عندي حدا غلب. أيوة هيك أيوة. أبوي أنا شوفي ما عندي فكرة، شوفي أمي أنا اللي عندي عم بيلوموني هلا أنا على الغلط، شايفيني ما بعرف ليش. ليش غلط؟ شو عم تعمل؟ المشكلة السبب إنه هلا أنا بقول لك مثلا الأنسب وقت للزواج يعني البنت لما من 25 وفوق، تمام؟ لأنه بعد عقلها ببلش يوعى أكثر. هلا أنا بشوف حالي من كم سنة كثير كنت مولدنة لدرجة مو طبيعية كثير عن يعني، والولدنة بتسبب لك أغلاط، أنت فهمت علي؟ انك انت ما انك عارفان بعدك لسه عم تكتشف الحياة. طيب راح اسألك سؤال، في عنا آية بالقرآن بتقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم. إيه بس هاي فيها لها شروط. خليكي معي. وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة. انا شوف انا ما بروح كلمة إلا بكي. هل تعلمي شو قالت فقهاء الإسلام مثل هذا الشيخ اللي عم يقول لك عندك على 9 سنين؟ شو قالت؟ المرأة أو الزوجة، اسمعيني، الزوجة فقط لإنجاب الأطفال، وملك اليمين إيه؟ لحتى يفرفش أو يطري شيبته فيها. تخيلي وقت اللي أنت عم تقول هالكلام هذا كشيخ كعالم فقه، عرفت شلون اليوم؟
شلون عم تحترم أمك وقت اللي بتقول عنها ناقصة. واحدة بأخت صديقة لنا بمصر، عرفت علي شلون؟ كانت قاعدة مع شيخ، قام شو بيقول لها؟ أنت ناقصة. قالت طيب أهلا يا ابن الناقصة. ثواني بس سؤال، عم يقولوا لي انت عم تهاجم الاسلام؟ لا. بس في شيء وين بس انا ما عاد هلا ما شفت هجوم هالاساس. شو لا امي خليكي معي وانت شوفي، بس تشوفيني هاجمت قولي لي ستوب. في شيء كلامي؟ طب في سؤال ثاني، لانه انا هاي المعلومه ما عندي اياها. عم بيقولوا انه الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان متزوج طفله صغيره، يعني هذا الكلام مزبوط؟ متزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عندي ليكو بصحيح مسلم. امي ليكو انا مو مبين عليه هلا، بفرجيكي بصحيح مسلم الحديث 1422 بصحيح مسلم. اكتب الرقم عندك. بيقول عائشة ام المؤمنين بتقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وانا بنت 6 سنين، وبنى بي وانا بنت 9 سنين في المدينة. نعم، هي احاديث أحاديث. وفي عنا آية بالقرآن أمي أبوي شو بي، أنا كثير مبسوط. في عنا آية بالقرآن شو بتقول؟ بسورة الطلاق 4، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال فعدتهن يضعن حملهن. واللائي لم يحضن، كل مفسرين الأمة الإسلامية قالوا هن البنات الصغيرات. انا جبت شو عم كيف عم تسمعي عم اسمع الحديد اساس، انا انه بدي اخلص الجوله وبنزل افحص لحالي شوف المعلومات المضبوطه. يا بنتي هلا بطلع بحساب تاني معانا، عرفت شو؟ وبحط لك كل شيء بايه قرانيه وتفسيرها. شو رايك؟ الك ولا اللي معانا؟ اذا انا غلطان قولي لي غلطان يا عمو ابو احمد، ماني غلطان عرفت شو قولي لي. شكرا لك. انا هلا ما باخذ بكلام المشايخ، بس انا في ناس يعني عالمين دارسين اني باخذ بكلامهم. برافو ابوي. امي دكتور بعد اذنك عندك ورقه وقلم على موبايل؟ اكتبي سوره الطلاق الايه رقم 4، الطلاق 4 بس حطي. بتحبي بحط لك اياها على الشاشه هي وتفسير؟ لا ثواني شوي، انا بدي اشوف. انا بتابع بصراحه الدكتور علي منصور كيالي، وهذا بأخذ الكلام الشريعة الإسلامية سوا على فكرة. هذا أنا بشوف كلامه يعني أزبط الشيء بصراحة، باقي المشايخ مو كتير زيادة. نعم. لا هذا كيف أنه شوف هذا كلامه شو حاكي بصراحة، ولازم أبحث عن الموضوع. أنا ما بحسن أحكي أي كلمة، لأنه هون أنا على السوشيال ميديا أي كلمة رح أحكيها رح يكون محاسبة عنها، فهمت علي؟ وما بصراحة مالي غنى عن المشاكل. يا بنتي أمي انا ما راح احرجك، انت بنتي ان شاء الله وحفيدتي. تسلم يا رب. شوفي هاي هلا انا عملت لك متابعه، وبتمنى تجي لعندي هلا تنزلي وتطلعي معي، بطالع لك اياهم بالكتب الورقيه. شوفي هلا انا راح اقيم الخلفيه اللي وراي امي، شوفيها فرجيكي شو وراي مكتبه قوة قصد. بعد في والله شويه معلومات هلا عم اسمعهم يا ابوي. هاي صحيح مسلم بين عليكي. هاي تفسير ابن كثير، هاي صحيح البخاري، هاي هون القرآن ورش قرآن حفظ قرآنين في عندي، كله عندي. يعني ما بحكي أنا. شوفي أمي لما درسنا الشريعة الإسلامية من معهد أبو النور تفقهنا كثير، عرفت كيف؟ ومو سبب تركي الإسلام لا خالد لا أمي، مو سبب تركي الإسلام إلا الكتب الإسلامية. وأي كلمة بحكيها أنا أبوي أنا مسؤول عنها. إذا في كذبة واحدة حقك علي، بتلاقيه موجودة بالكتب وبالقرآن وبالسنة. في شيء كلامي؟ إيه تمام مو مشكلة، بس إنه تفضلي. تمام مو مشكلة. هلا في بينك أنت بنتي، أنا بكفي ما بدي إياك تنحرجي. تسلم يا رب. لا قلت لك لأنه السوشيال ميديا أي كلمة بتحكيها إنه هون كلهم حاسب عليه، فهمت علي؟ أفضل واحد ياخذ هالمعلومات وتفسر. يعني اسمعي أنا بصراحة إنه أنا سادي، إذا بتحبي ما أنشر لك الفيديو تبعك ما بنش. ما أنا ما حكينا شي غلط لحد الآن، يعني ما فيها شي إنه المشكلة بعد ما في شي غلط. برني اللي خليك والله بينك، أنا بتشرف نكون عجب بيقول أصدقاء، لا نكون أصدقاء. أنت بنت أو حفيدة بتشرف. تسلم يا رب. تسلم يا رب.
حبيبة قلبي، بس سؤال، بس سؤال صغير، انه شو ديانتك اذا فيني اسال؟ أنا آمنت بالرب يسوع المسيح من سنة 1990. بعدين شو صار؟ بسبب إيماني قضيت كتير سجون بأفرع كتيرة، وبعدين حط محكمة أمن الدولة العليا 8 سنين. من سنة 20/11/1996 ل 24/11/2004 ايش صار؟ أنا معتقل بمحكمة أمن الدولة العليا سياسي. وين؟ ايوه اوكي. بالشام. بالشام. الله لا يفرجيك. هلا هونيك شو ما كان يكون دينك يعني 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 هونيك ما في ما اللي بتعاملوا مع الواحد بالدين. يا بابا يا بابا جد، أي سؤال بدك يا شوفي، أنا بحكي اللي إلي وبحكي اللي علي، وأنا ما أنا بتمنى أي من المسلمين هلا طلع معي شيخ، إذا بتشوفيه الفيديو صدقيني أنا استحقرت حالي إني كنت مسلم. ليش بدك تهد فلسطين إسرائيل؟ أنا حكيت كلمة وصاروا هلا عم يطلعوا يحكوها المسلمين أو العرب أبوي هون، والمسلمين كلهم بيروحوا لأي بلد تهريب عبر البحار وعبر هذا إلا فلسطين، ما بيروحوا لتهريب، بدهم يفوتوا لها من الباب، عرفتي شو؟ طيب ليش؟ برو ماكس أنا بس ثواني شوي، برو ماكس أنا هذا السؤال ما راح أسأله لأنه الجواب عندي هو، فهمت علي؟ أنا درست بألمانيا، درست في ألمانيا وعندي علامات ديانة المسيحية، فهيدي السؤال شوي متخلف راح يكون منك، لأنه عندي جواب أنا للصراحة. لا أنا عايشة بألمانيا ودارسة عن ديانة المسيحية اللي فترة طويلة بدرسها، يعني مو بس إنه بهون سوريا كمان درستها. أبوي أنا برلين بهيرمان بلاس، وهذا بهامبورغ، بزارة بروكن، كل ألمانيا، حتى معي رقم تليفون ألماني جاكارا. حلو. وأي شيء في برلين أنت عايش في ألمانيا ولا؟ أنا بالسويد. بالسويد أوكي. يروح وبيجي لكل دول العالم يعني. نعم. أنا يا من تراني مثل النوار كل يوم بأردني وكل مرة بلد. أرتيشلو. لا إذا واحد عليه مشاكل يعني إجباري بده مضطر يبدل كتير ولا ما بعرف شو صار. لا أنا عايش بالسويد، بلدي السويد يعني، أرتيشلو. أوكي. مقيم بالسويد بس على طول بسافر يعني. وبتشرف فيك انت بنت الي، ربي يسلم يا رب. يا اهلا وسهلا ابوي. سلام يا رب. سلام سلام.